انا سعيده جدا بان شاء الله عوده سعد سمير مره تانية، لان انا من الناس اللي بحبه جدا يعني. غير بقى انه لعيب مميز كمان، دمه خفيف جدا جدا يعني. كنت بشوف انترفيوز كانوا بيعملوها زمان مع مايك الاهلي لما كانوا بيروحوا لهم، وبركات كابتن بركات، يعني كانت حاجات الواحد اتفرج عليهم وبينبسط. فيعني كان جيل عبقري ودمه خفيف في نفس الوقت، فاحنا اكيد سعداء بعودته، وان شاء الله كده كمان يبقى احسن من الاول.